مشاهدين قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث الصباحي هنا من مدينة أكادير. صباحكم مبروك مشاهدينا الكرام، نتمنى هذا النهار يكون نهار زوين لكم بإذن الله، ونتمنى لكم نهاركم مبروك. مشاهدينا الأوفياء، نتمنى تفاعلوا معايا في هذا البث المباشر كيف ما عودناكم أننا في كل صباح كنشاركوا معكم الأجواء ديالنا، أجواء كل واحد فينا كيشارك معكم الأجواء الصباحية في المدينة ديالو. وكيف ما كتشاهدوا معايا أن الأجواء الصباحية عندنا هنا يعني عادية، الأجواء جد عادية، ما كاين لا برد ما كاين لا صاد ما كاين والو، فالحمد لله. البارح كانت صراحة واحد الحرارة جد مفرطة، يعني كل ساكنة ديال أكادير اللي معايا هنا في هذا البث المباشر عارفين شنو كاين. البارح كانت حرارة مفرطة بزاف، يا ربي يرحمنا وينعمنا بأمطار الخير إن شاء الله، وتكون قد ننفع بإذن الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، نتمنى كل واحد يشارك معنا الأجواء الصباحية كيف عاملة عنده، وتشاركوا معنا المدن ديالكم باش ندردشوا شوية ونتعرفوا على بعضياتنا أكثر. سفيان الفيلالي كيقول صباح النور والسرور، نهاية أسبوع موفقة يا رب. صباح النور أخي سفيان، ولك بالمثل، نهاية أسبوع موفقة أخي العزيز، نتمنى تقول لي منين كتابعنا. الأجواء بمدينة صويرة جميلة جدا، الحمد لله أخي سفيان، وتحية لكل ساكنة مدينة صويرة والضواحي ديالها. فنبعثوا لكم تحية صباحية عطرة هنا من قلب مدينة أكادير عبر قناة الشعب قناة شوف تي في. فصويرة يعني معروفة بمدينة الرياح، فالحمد لله. كنظن ان صويرة ما كتكونش عندكم شي حرارة مفرطة، يعني كتكون دائما اجواء عندكم معتدلة، فنتمنى اخي العزيز تصحح لي هذه المعلومة. عادل الصدراوي كيقول صباح الخير. صباح الخير اخي عادل، صباح النور، نتمنى لك نهار موفق باذن الله، نتمنى تشارك معنا الاجواء الصباحيه كيف عامله عندكم. شكرا اخي سفيان الفيلالي، فهذه شهاده في حقي، شهاده زوينه، شكرا لك. رشيد جعفر كيقول سلام اختي انا من كازابلانكا، هذا الصباح كاين الضباب بزاف. مرحبا بك خويا رشيد، مرحبا بكل ساكنات مدينه الدار البيضاء والضواحي ديالها، تحيه كبيره لكم. فالحمد لله، نتمنى النهار يدوز عندكم زوين، ونتمنى لكم اجواء جميله باذن الله. سفيان كيقول مدينه صويره دائما معتدله وهادئه، الحمد لله، فهذا فضل الله يا اخي سفيان. فناس ورا ناس الجود والكرم. رضوان علوي كيقول تحية متبادلة، أخوكم في الله، أخوكم في الله من مدينة ميدل، تحية لساكنة أكادير، تحية لك كذلك أخي رضوان، والتحية لكل ساكنة مدينة ميدل والضواحي ديالها. فاحنا بدورنا كنبعتو لك تحية صباحية هنا من قلب مدينة أكادير. اخي العزيز، يعني ما نعرفش نطق الاسم ديالك، ولكن انا كنهضر بالعربيه لان معنا متابعين كيهضروا بالعربيه وما كيعرفوش الامازيغيه، فانا شرف لي انني ننتمي الامازيغ، وشرف لي انني نهضر باللهجه ديالي اللي هي تمازيغت، ولكن معنا متابعين ما كيعرفوش الامازيغيه، داكشي علاش غنهضروا باللغه العاميه، يعني اللغه اللي كيهضر بها الكل. وتحيه ليك وشكرا للكومونتير ديالك، تنميرتك اخي العزيز.
طالب، اسمحوا لي لانني مركزه مع الطريق، داكشي علاش ما كنقراش لي كومونتير كاملين، ولكن غنحاول نتفاعل معكم مشاهدينا الكرام. صباح النور واختي من تارودانت، طالب عبد الرحمن كيقول صباح النور اختي من تارودانت، نتمنى من الله الشي رحمه على قد نفع. صباح النور لك اخي طالب، وصباح النور لكل ساكنه مدينه تارودانت، تحيه طيبه اليوم. واخي نتمنوا اكيد امطار الخير باذن الله، وشكرا لكل يعني متابعينا ومشاهدينا من مدينه تارودانت. شكرا بزاف اختي الكريمه من روتردام، مرحبا بكل ساكنات روتردام، وتحيه لك اخي، كنبعث لك تحيه صباحيه هنا من قلب مدينه اكادير، بالضبط هنا بتيكيوين، وتحيه كبيره لك وشكرا على المتابعه ديالك اخي العزيز. رشيد جعفر الله ينورك ونهارك مبروك وصباحك سعيد ونهايه اسبوع جميله، شكرا اخي رشيد كذلك لك بالمثل، ونهارك موفق باذن الله، وشكرا على المتابعه ديالك اخي العزيز. امين السعداوي كيقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم اخي امين، نتمنى لك نهارك مبروك، ونتمنى تشارك الاجواء الصباحيه عندكم كيف عامله. اميره بحجابي كتقول سلام، السلام عليكم اختي، نهارك مبروك وصباحك مبروك، وشكرا لك على المتابعه. الركراكي رشكاش كيقول سلام، سلام اخي الركراكي. غنضطر نوقف شويه باش نقرا لي كومونتير ديالكم باش نتفاعل معكم مشاهدينا الكرام، غنحاول نحيد شويه من الشعب باش نتفاعل معكم، حيتاش انا في الطريق ما غاديش نقدر نركز على جوج جوايع، فضروري نرد البال. عبدو محمد كيقول صباح النور من عند دياب، صباح النور اخي عبدو. احمد الفناوي كيقول تحيه من مدينه سيدي افني، تحيه لكل ساكنه مدينه سيدي افني والضواحي ديالها، وشكرا لك اخي على المتابعه، نتمنى تشارك معنا الاجواء الصباحيه بمدينه سيدي افني. كيقول صباح الخير، صباح الخير اخي الياس. في هذه المنطقه باقي عندنا مشكل ديال البنيه التحتيه كيف ما كتشوفوا مشاهدينا الكرام، فاللي ما قريتش الكومونتير ديالو يسمح لي. حسين من الدار البيضاء تحياتي ليك، وتحية لكل ساكنات مدينة الدار البيضاء والضواحي ديالها. حسين كيقول صباح النور، سلام اختي من ورزازات، صباح الخير وسلام لكل ساكنات مدينة ورزازات والضواحي ديالها، تحية لكل ساكنات الجنوب الشرقي. الأخ كيقول عبد السلام كيقول صباح النور من مدينة الحسيمة، صباح النور أخي العزيز، وتحية لكل ساكنات مدينة الحسيمة والضواحي ديالها، تحية صباحية عطرة لكم، أزفها لكم من قلب مدينة أكادير عبر قناة الشعب قناة شوف تيفي. الأخ
كيقول رضوان بسباس من مدينة ميدلت، وتحية لكل ساكنة مدينة أكادير. فتحية متبادلة لك أخي العزيز، وتحية لكل ساكنة مدينة ميدلت والضواحي ديالها، وشكرا على المتابعة ديالك أخي الكريم. كيقول سلام من الدرارقة. سلام أخي حسين، وتحية لكل ساكنات منطقة الدرارقة ضواحي مدينة أكادير. تحية كبيرة لكم، وكنحييكم من قلب قناة شوف تيفي. مشاهدينا الكرام، شكرا على المتابعة ديالكم، شكرا على الوفاء ديالكم. ما بقى لي إلا نودعكم ونقول لكم نهاية أسبوع موافقة بإذن الله، ونهاركم مبروك وصباحكم مبروك. نتلاقاو في بث مباشر آخر مع موضوع جديد بإذن الله.